في الفرقه اقوى بكتير من قفشه، ولكن قفشه يتميز عن اوباما. من مميزات قفشه عن اوباما ان هو يمتاز اللي هو بيلعب الكره السهله، واحد اتنين بهوب التاني على طول باسنج لقدام، يعمل لك باص، يعمل لك سرو باص، يجيب جول، يبقى محدش واخد باله منه وتلاقي الكره سقطت من الفراوده. وده اللي بيعمله موسيماني. موسيماني حرره عن فايلر. موسيماني قال له العب كوره، خليك 9 ونص زي زمان، مش ال10 اللي فيها الثابته اللي انت واقف بتحرك بس يمين وشمال، لا انا عايزك تبقى زي مهاجم تاني وهمي. وبقى مروان، ولذلك الزمالك لازم ياخد باله من خطوره قفشه في القصه دي. مروان بقى بيطلع ياخد الكوره العاليه ويحطها لقفشه، زي مع الفروق طبعا ما كانوا بيعملوها ميدو في توتنهام وروبي كين مثلا، كان نفسي على جبت بس ستايلات الاطوال، لان كان ميدو يطلع ياخد الكره ويديها لروبي كين ويروح. طبعا على فروق الاسامي، علشان انا هقول اسامي كتير ويا جماعه اكيد احنا مش زي المستويات اللي في الدوريات اللي بره، عشان بس ما حدش يقول ان احنا بنقارن او الجو ده، لكن انا بكلمك على ستايل نفس الفكره. هو بيروح بقى مخفي، بيديله اداله مساحه حريه كبيره جدا، شفنا في ماتش الوداد بعد ما جاب الجول، هو جول في نسبه توفيق غير طبيعيه، والتوفيق انا بقول دايما بيجي مع المجتهد. موسيماني عشان هو عامل الشغل ده قاعد يشاور عليه وعلى ظهره، ودي حته فني يعني اللي بيلعبوا كوره هيفهموها. هو كان قايل لهم في الخطه انا بلعب على دي، انا بلعب على الراجل، يبقى راجل مهاجم وهمي ويروح. وفعلا غلط لعيبه الوداد، وراح الراجل وجاب جول. وفي ماتش الوداد عمل ماتش كبير جدا، الماتش اللي هناك بالاخص كان بيجري في صحراء يعني، بس حتى لو هو مش ذنبه اللي فرقه الوداد كانت فرطه، لكن الراجل ادى اللي المدرب عايزه منه 200%. جاب جول، صنع جول كمان وكان وضيعوه، عمل كل حاجه في الكوره. فاللي هو قفشه بقى مهم جدا في خطه موسيماني بعد ما اداله الاريحيه، هي دي الفرق اللي شايفه انا شايفه بين اوباما وقفشه. قفشه انا برضه راجل صديق، لا طالما بس احنا اوباما في مباراه زي دي انت محتاج ان انت تلعب لعب قفشه، اللعب السهل اللي انت اصلا المفروض ده بالنسبه لك سهل خالص وتقدر تلعبه، فتقدر تخلص اهداف وتقدر تجيب اهداف. وانا شايف كمان باعتبار ان انا راجل منتمي بحب نادي الزمالك كمشجع، عشان كده انا بقول الكلام ده في نهايه الفيديو عشان مشجع، لازم طارق حامد بالاخص ياخد باله جدا من قفشه، ويبقى في تسليم وتسلم بينه وبين محمود علاء، بين الراجل على حسب ما هيمسكه، مين اللي هيمسك مروان ومين اللي هيمسك هيبقى الثاني، يبقى في تسليم وتسلم ما يتسابش، لانه لو اتساب وجري في المنطقه اللي ورا بتاعه ساسي وطارق حامد هتبقى مشكله كبيره جدا. فلذلك دي رساله لاوباما ودي رساله لطارق حامد، حاولوا ما تنسوش الراجل ده، مش عشان هو جسمه قصير كده ويبان اللي هو ممكن لا قفشه من اخطر لعيبه الاهلي. هنتكلم تاني على نقط، يبقى في تسليم وتسلم ما يتسابش، لانه لو اتساب وجري في المنطقه اللي ورا بتاعه ساسي وطارق حامد هتبقى مشكله كبيره جدا. فلذلك دي رساله لاوباما ودي رساله لطارق حامد، حاولوا ما تنسوش الراجل ده، مش عشان هو جسمه قصير كده ويبان اللي هو ممكن لا قفشه من اخطر لعيبه الاهلي. هنتكلم تاني على نقط.